بمناسبة الحقيقة لفت نظري، تسمح لي أستاذ سامي، لفت نظري في كلام دكتور أشرف صبحي على جزء كده من كلامه، كان بيقول أنتوا عايزين تعملوا فتنة، عايزين المصريين يقعوا في بعضهم. الحقيقة يمكن في نفس الإطار ده، يعني أساتذتنا في الإعلام دايما كانوا بيقولوا لنا إنه الكلمة أمانة ومسؤولية، أمانة ومسؤولية. وفي الفترة الأخيرة الحقيقة بعد أو في الساعات الأخيرة دي، يعني هو احساسي الشخصي انها وكانها حمله ممنهجه. من بعد خساره الاهلي لمباراه بيراميدز انت تقريبا بتتكلم على انه بمعدل كل نص ساعه اخبار بتهد في نادي الاهلي، ويا ريتها اخبار ليها مصداقيه او ليها او اخبار او في اطار حتى النقد الموضوعي. لا ده كان في محاوله، واحنا طبعا رايحين على مباراه مهمه جدا، كلام لجمهور النادي الاهلي، احنا الاربع ايام دول مهمين جدا بالنسبه لفرقتنا وجهازنا الفني عشان ان شاء الله يكونوا قادرين على حسم مواجهه الزمالك والفوز ببطوله كاس، اول بطولات الثلاثه للاهلي ان شاء الله حتى اللحظه عنده القدره على تحقيقها. فالمحاولات الممنهجه دي الحقيقه من بعض وسائل الاعلام، وانا هقول يعني هخص بالذكر الحقيقه اليوم السابع اللي الحقيقه يمكن كل نص ساعه في خبر غير صحيح او غير دقيق، وكان في حمله ممنهجه بتستهدف النادي الاهلي. هو النادي الاهلي الحقيقه يشرف اي مصري، وما اعتقدش انه تراجع النادي الاهلي او هدم المعبد في النادي الاهلي هيصلح حال منظومه الرياضه المصريه باي حال من الاحوال او باي شكل من الاشكال. الوحيد اللي رافع علم مصر على مستوى الانديه في السنوات الاخيره، خليني اقول في الالفيه الجديده كلها، هو النادي الاهلي. فما اعتقدش انه من مصلحه اي واحد مواطن مصري غيور قبل ما يكون اعلامي الحقيقه، بصرف النظر عن السبق الصحفي وعن الترند وعلى ركوب الموجه والسوشيال ميديا، انه النادي الاهلي يحصل اللي بيحصل معاه ده. واعتقد انه على المسؤولين ان هم يراجعوا السياسه الممنهجه اللي بتتم في الفتره الاخيره او بتستهدف بشكل مباشر النادي الاهلي باخبار غير صحيحه او غير دقيقه على الاطلاق. استاذ احمد، انا عضو لجنه الاعلام الرياضي في المركز على تنظيم الاعلام. ايوه. فالنقطه دي بنرصدها بقالنا سنوات. يعني ايه العصبيه دي وايه الهدم ده؟ احنا يعني ما لازم يكون عندنا حزن على خروج منتخب مصر من بطوله كاس العالم وخساره اللقب الافريقي، وحزن على خساره الاهلي اللقب الافريقي. فبالتالي يعني اذا كان مسارات اللي بتجيب لنا القاب اتقطعت، فيعني ده ليه؟ لان في عمليه هدم ممنهجه زي ما انت حضرتك قلت في وسائل الاعلام محدده، السوشيال ميديا اللي اصبحت يعني عوضا عن الجماهير في المدرجات للاسف الشديد. فبالتالي انا بشوف ان في مسؤوليه عند كل مسؤول في كان اعلامي. لا ده وكان العالم انتهى، يعني ايه يعني الاهلي خسر؟ يعني جمهور الاهلي نفسه على فكره متضايق وزعلان وعارف انه مباراه امبارح ما كناش في احسن احوال، وعادي جدا انه الاهلي يخسر، وعادي جدا على فكره ان الاهلي يلعب مباراه وحشه، مفيش فريق بيلعب طول الوقت في الاهلي اكثر نادي احرازا البطولات المحليه والافريقيه. مظبوط. فدي حقيقه. واحنا ما خسرناش بطوله استاذ سامي، يعني لغايه دلوقتي الكلام ده ممكن يحصل او افهمه نوعا ما، يعني لما يكون المباراه اللي لعبها النادي الاهلي امبارح خسرته اللقب او خسرته بطوله. يمكن في يعني جماهير الاهلي نفسها مش راضيه على الاداء، وده حقها، ولكن الشماته الزياده دي ليه؟ انت العب وفوز، وانت يعني عندك بطوله استمر يعني فيها لحد ما توصل لها. انما التعصيب في الاخرين انا ما شفناش هذا الاسلوب الا في الدوري المصري في الاعلام المصري، يعني الدوريات كلها مشتعله على اخر ما يكون، عربيه اوروبيه، في لكن في تنافس في الملعب وتشجيع في المدرجات، لكن التحول الاعلامي ده مش في صالح الكره المصريه. انت عندك بعد شهرين مع المدرب المنتخب، يعني نسينا اثيوبيا ولا ايه؟ لا ده احنا عندنا مشاكل كده، انت هتفتح بقى